بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما يسوع علم الله. أما بعد، الجلسة 13 بعد 100 من سنن أبي داود، سيدنا سليمان ابن الأشعث ابن شداد السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين، أمين. المتوفى سنة 75 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمره 73 عاما، ودفن بالبصرة بزوال قبر سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين. الباب الخامس من الكتاب التاسع، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. والسائمة هي التي ترعى في كلأ مباح، هذا هو معنى السوم، وهو الذي ينبت به الزرع والنخيل والعنب. ربنا بيقول ايه؟ لكم منه شجر فيه تسيمون، ينبت به الزرع لكم فيه تسيمون، يعني ترعون به. نعم، تسيمون من السائمة في سورة النحل. يبقى السائمة هي التي ترعى في الكلأ المباح. الكلأ المباح هو الذي نبت بفعل الله، لا بفعل فاعل، لا بزرع زارع، يعني لا يكلفه شيء، لا يدفع فيه مال ولا يعلفها، يبقى دي السائمة. فالسوم شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تجب الزكاة في الحيوان. فزكاة الحيوان من شروطها السوم والملك التام وغير ذلك، وطبعا حول الحول وبلوغ النصاب، يدي الشروط يعني اللي هو ذكرها في القرآن. يبقى شروط زكاة الحيوان بلوغ النصاب، حولها الحول، الملك التام، السوم، أن تكون سائمة. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام أبي داود في سنن الحديث 79 بعد 500، يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخذت من أمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه مصدقا، مصدقا يعني يجمع الصدقة اللي هي الزكاة يعني، وكتبه له، فإذا فيه هذه فريضة الصدقة أي الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون 25 من الإبل الغنم، فيما دون 25 من الإبل الغنم، في كل 5 دود شاة، يعني أقل من 25 جمل يطلع شاة، لحد 5، أقل من 5 ما يطلعش، يبقى من 5 لـ24 يطلع شاة، من 5 زود يعني 5 إبل إلى 24، بقوا 25، 25 لحد 34 يطلع بنت مخاض. فبيقول هنا فيما دون 25، يعني أقل من 25 يبقى إيه؟ 24 من الإبل الغنم، يبقى هنطلع زكاة الإبل غنم طول ما هم أقل من 25 لحد 5 زوج. طب وأقل من 5 ما فيش حاجة،
في كل خمس دود شاة. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فيها إيه؟ بنت مخاض. البنت المخاض اللي هي اللي دخلت في السنة الثانية، يعني أمها حملت عليها، يعني بعد ما ولدتها حملت كمان، يبقى معناها علشان تحمل تاني معناها يمر سنة، وعشان كده تبقى ما دخلت الثانية، بيسموها بنت مخاض، تبقى أنثى برضه، مش ابن مخاض، بنت مخاض، يبقى إيه؟ إلى أن تبلغ 35. طب يقول لك هل كل خمس زوج من ال 24 يطلع شاة؟ يعني خمسة يطلع شاة، 10 يطلع شاتين، 15 يطلع ثلاث شيات، ولا إيه؟ لا، تفضل شاة واحدة من 5 لحد 24، وبيعتبروا الفرق اسمه إيه؟ وقص. وقص، الفرق بين ده وقص، الوقص اللي زكاة بخلاف زكاة المال. زكاة المال بتطلع ربع العشر مطلقا، مش كده برضه؟ زكاة المال بتطلع ربع العشر من الكل، لكن اللي هو بين النصابين ملحق بالنصاب الأدنى، اللي بين النصابين ملحق بالنصاب الأدنى. طب وما زاد يبقى وقص، يسموه وقص. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يبقى في سنة تانية، بنت المخاض دي في سنة تانية، وبنت اللبون في سنة ثالثة، والحقة في سنة رابعة، سهلة، والجزعة في سنة خامسة، كأنهم في المدرسة، تمشي معاهم كده في المدرسة، سنة تانية تبقى اسمها إيه؟ بنت مخاض، سنة ثالثة بنت لبون أو ابن لبون على حسب ذكر ولا أنثى، سنة رابعة بقت عروسة، عروسة تتجوز، يسموها حق، أي حق الفحل أن يعني إيه؟ أن يطهر، يعني بقت عروسة على وش جواز، يسموها حق، يبقى في سنة رابعة. طب والجزعة سنة خمسة، سهلة الحكاية، وآخر أسنان الإبل إيه؟ الجزعة، آخر أسنان الإبل الجزعة، مفيش بعد كده أسنان في الإيه؟ في الزكاة. فإن لم يكن فيها بنت مخاض، طب ما عندناش بنت مخاض، يعمل إيه؟ يطلع ابن لبون في سنة ثالثة، هو ابن اللبون لأنه ذكر أقل في القيمة من بنت المخاض لأنها أنثى، الأنثى تولد، إنما الذكر مش هيولد، مش كده برضه؟ فيبقى ابن اللبون اللي هو في سنة ثالثة يعدل في القيمة بنت المخاض اللي هي في سنة ثانية. واضح؟ ما عندوش بنت مخاض، يطلع ايه؟ ابن لبون. ابن لبون ليه؟ لان امه بترضع عليه. ما هي لما هتكون، شوف البنت، بنت المخاض دي امها حامل وضعت، يبقى دخلت في سنه ثالثه، لما تضع الناقه يبقى فيها لبن عشان هترضع، فيسموه ابن لبون. فهمت السبب بقى؟ عشان ايه؟ تكون وضعت الحمل الثاني وبترضعه، فيسموها ابن لبون او بنت لبون، لان الحمل في الابل بيقعد حوالي سنه على ما تولد، يعني من 11 ل 12 شهر على ما تولد، الى ان تبلغ 35. فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 يبقى من 25 ل 35 يطلع إيه؟ يطلع بنت مخاض. ما فيش بنت مخاض يبقى ابن لبون. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، تبقى إيه؟ بنت لبون اللي هي في سنة ثالثة، إلى 45، يبقى من 36 ل 45 بنت لبون.
فإذا بلغت 46 لحد 60، فإذا بلغت 46 ففيها حقة اللي هي يسموها طروقة الفحم، اللي هي سنة رابعة، الحقة اللي هي سنة رابعة إلى 60، يبقى من 46 إلى 60 تطلع حقة. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة في سنة خمسة، اللي هي ما دخلت في السنة الخامسة، الجزعة اللي هي في سنة خمسة لحد 75، يبقى من 60 61 ل 75 تطلع جزعة. فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، يبقى من 76 لحد 90 بنتا لبون. بنت لبون يعني أنثى في سنة ثالثة، كويس؟ فإذا بلغت 91 لحد 120، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل، يعني اثنين في سنة رابعة حقتان إلى 20 و100. فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، بس ونمشي على طول كده. كل 40 يطلع منها بنت لبون يعني في سنة تالتة، وفي كل 50 يطلع حقة اللي هي في سنة رابعة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا، لا أو 20 درهما. الشاة كانت زمان ب10 دراهم أيام النبي. طيب افرض هو المفروض يطلع جزعة يعني في سنة خمسة، يعني بيطلع الجزعة دي امتى؟ لما تبقى 61 لحد 75، 61 لحد 75 يطلع جزعة يعني في سنة خمسة. ما عندوش جزعة، دورنا على اللي عنده ما عندوش جزعة، لقينا عنده حقة، ناخد حقة والفرق فرق السنة ده شتين الفكة يعني، فهمت؟ يبقى كأن الشتين زائد الحقة تساوي جزعة. طب ما عندوش يا يطلع 20 درهم قيمة الشتين، لأن الشاة كانت ب10 دراهم والعشر دراهم تساوي دينار، يبقى الشاة كانت بدينار أو 10 دراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، يعني احنا عايزين ناخد منه الحقة، خلاص 46 لحد 59 بناخد حقة، عدد 46 لحد 59 نطلع حقة. طيب وليست عنده حقة اللي هي في سنة رابعة، وعنده جزعة اللي هي في سنة خمسة، هناخد منه قيمة أكتر، يبقى ناخد منه وندفع له الفرق، ناخد منه ندفع له الفرق، واضح؟ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق إيه؟ 20 درهما أو شاتين. فهمت الفرق؟ إزاي يتصرف؟ ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة في سنة رابعة، عنده بقى إيه؟ بنت لبون في سنة ثالثة أقل، فإنها تقبل منه. قال أبو داود: منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده بنت لبون يعني في سنة ثالثة، وليس عنده إلا حقة في سنة رابعة أعلى، فإنها تقبل منه. قال أبو داود: إلى هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون يعني في سنة ثالثة، وليس عنده إلا بنت مخاض في سنة ثانية، فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون
الاثنين سن واحد بس ده ذكر وده انثى، الانثى اعلى في القيمه عشان هتولد وتجيب غيرها. كويس؟ فانه يقبل منه وليس معه شيء. وما يدفعش حاجه بقى. ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء، يعني اربع جمال بس مالوش حاجه. احنا قلنا اقل حاجه خمس جمال عشان ناخد منه شيء. ومن ليس عنده الا اربع يعني اقل من خمسه يعني، فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. طب افرض ربها عايز يتطوع يدي حاجه، يدي، لكن مش واجب عليه. ربها يعني مالكها، الا ان يشاء ربها يعني مالكها. وفي سائمه الغنم، نيجي في الغنم، طول ما هم اقل من 40 ما لهمش زكاه. أول عدد في الغنم عشان يزكيه الـ40. كويس؟ وفي سائمة الغنم، لازم تبقى سائمة، يعني ترعى في كلاء مباح، لو معلوفة لا زكاة فيه. واضح؟ وكذلك الجمال يا سيدي؟ كذلك يشترط السوم. وكذلك البقر. يشترط السوم في زكاة الحيوان. وفي سائمة ما عندنا زكاة حيوان في مصر لأن كله معروف، كله معروف، لكن تجد زكاة الحيوان دي موجودة في ليبيا، تجدها في جزيرة العرب، تجدها في البلاد اللي فيها استغنى في جنوب روسيا والحتت دي، عندهم بقى إيه مراعي كبيرة خصبة كثير، وتجدها في استراليا، وقد تجدها كمان في ماليزيا، يمكن عندكم رع، يمكن تلاقي في ماليزيا، ماليزيا كلها زراعة لوحدها كده من عند الله، مطر وأرض خصب. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة، يفضل يدفع شاة طول ما هي أقل من 120، يعني اللي عنده 40 غنمة يطلع شاة، واللي عنده 60 غنمة يطلع شاة بره، واللي عنده 70 غنمة يطلع شاة بره. 100 غنم يطلع شبر، 119 غنم يطلع شبر، بقوا 120 شتيل. 21 لا 121 121 120 دخل في الشتيل. سهله الحكايه؟ الفرق بقى من ال 40 لل 120 يسموه وقص، لا زكاة فيه. الفرق اللي بين ال 40 وال 120 يسموه ايه؟ وقص. واو قاف صاء صاد. كويس؟ يبقى يسموه لا زكاة فيه. والشاة كم عمرها يا سيدي؟ هل يعتبر في الشاة العمر؟ يعني اللي هي نفس شروط الأضحية. ثانية. ثانية يعني تبقى سنتين. وماشية في التالتة. يعني داخلة على سنة تالتة. نجحت في سنة ثانية طلع سنة ثانية. اسمها ثانية معز. وفي الضأن جزع الضأن. في سنة ثانية. جزع الضأن يبقى سنة ثانية. وثنية ماعز في سنة ثانية. سهلة؟ وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. كويس؟ يبقى 121، 130، 140، 150، كل ده شاتين، شاتين لحد ما تبقى 200. فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300. بقت 201، 210، 230 لحد 300، 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة شاة. ففي كل 100 شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. ما ناخدش في الصدقة إيه؟ كبيرة السن، الهرمة اللي هي كبيرة السن. ولا ذات عوار ولا عوراء. عشان هتبقى لحمها قليل عشان بتاكل على جنب واحد. لما ترعى تشوف الايه؟ العشب اللي على جنب واحد. فهتاكل قليل. فيبقى لحمها قليل. فاهم؟ فعشان كده العوراء، انما الثانية اللي بتشوف بعينيها الاثنين تشوف هنا وهنا. وبتاكل كويس تشبع. واضح؟ ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم.
إلا أن يشاء المصدق. ما ناخدش كمان تيس الغنم، كل مجموعة غنم معها ذكر بيلقحها، فما ناخدش التيس ده نحسر الراجل عليه. كما هو ده اللي كتر له الغنم بتاعه، فاهم؟ ما ناخدش تيس الغنم اللي هو الذكر بتاعها. الفحل. ها؟ اللي هو الفحل. ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني ايه؟ يعني لما يبقى مثلا هو عنده مال ومراته عنده زوجته عندها مال، اروح مجمع بين ده وده عشان يزيد العدد او ما خطر. لا، ده لي ذمة مالية وزوجته ليها ذمة مالية، مالناش دعوة. ما جمعش المفترق، واخد بالك؟ ولا يفرق بين مجتمع برضه. يعني ايه؟ عنده حاجات مجتمعه ما فرقهاش علشان اقلل العدد، يعني ما بقاش فيه لا محاباه ولا ظلم. وبعدهم قال لك يعني ما ياخدش مثلا الشاة اللي هي ويسيب بنتها بترضعها، فلا يفرق بين مجتمع. لا، ياخد شاة مش متعلقه بها ابنائها، بناتها او اولادها، علشان ما يفرقش بين مجتمع. فهمت بقى؟ ففهمت بمعاني كثير. وكذلك الانسان اللي هو عنده المال، عارف ان المصدق جاي له، يروح مخلي العمال بتوعه يرعى مجموعه هنا ومجموعه هنا، عشان لما يجي يعد يلاقي هنا قليل وهنا قليل، ما فيش ذكر، يبقى تلاعب. فما يفرقش بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. فالكلام موجه للمصدق ولصاحب المال. لا المصدق يجمع عشان يزود عليه، ولا التاني يفرق علشان تقل العدد فيقوم يطلع اقل. يعني ممنوع التلاعب، ممنوع الحيل الفقهيه. واضح؟ ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أنا وأنت مثلا شركاء في الغنم ده، أنا أملك مثلا 30 شاة وأنت تملك 10 شياه، وإحنا الاثنين الغنم بتاعنا بيرعى في حتة واحدة، ليه راعي واحد ومرعى واحد ومرح واحد ومسرح واحد. بيشترط كده على فكرة في الخليط عند الشافعية، وحدة المرح والمسرح والمرعى، علشان يعاملوا كواحد. المراح اللي هو المكان اللي بيناموا فيه، والمسرح اللي هو المكان اللي بيسرحوا فيه. واخد بالك؟ سهلة. يبقى وحدة المراح والمسرح والمرعى كمان والراعي. لكن الراعي ده ماسك الغنم ده ملك اثنين وثلاثة وأربعة، مجموع يعاملوا الاثنين وثلاثة معاملة الفرد الواحد. فإذا كان معاهم 40 يطلع ياخد منهم شيء، ويبقى تتقسم عليهم بنسبة ملكهم. احنا أربعة عندنا 4 شيء 40 شاة، يبقى كل واحد ربع شاة. يبقى هنا الخليط كلفه، من غير الخليط ما كانش هيبقى عليه حاجة. فهمت ازاي؟ فالخليط يكلفه. لكن على أي حال الأحناء الملكية قالوا لا، قالوا لازم يبقى كل واحد من أهل الخليط عنده النصاب. فلو احنا 60 شاة، أنا أملك منها 20 وأنت تملك منها 40، يبقى الشاة منك أنت وأنا معليش حاجة. واضح؟ لكن على مذهب الشافعية نطلع برضه من 60 شاة، بس يبقى أنا عليا تلتها صاحب ال 20 وصاحب ال 40 عليه التلتين. واضح؟ فهمت بقى الحكاية؟ طب يا سيدي كده ساعتها يطلع فلوس ولا تتحسب زي التلت والتلتين؟ ما احنا شركاء مع بعض بقى، الاموال معانا. هو صاحب المصدق هياخد مع الشاري ويروح، احنا بقى نتحاسب مع بعض. فلوس نقسمها بقى زي ما احنا عايزين، نقسمها فلوس، نقسمها، نحسبها ونجمعها بعد سنه بعد 3 سنين تلت الشاري بقت شاه كامله زي ما النتيجه سهله يعني. واصل الشاه كانت ب 10 دراهم، خلاص نقسم، ناخدها فلوس تاخدها بتاع زي ما انت. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 فليس فيها شيء
إلا أن يشاء ربها. يبقى كده خلصنا زكاة الغنم وخلصنا زكاة الإبل، ناقص زكاة البقر هتيجي في حديث تاني. وفي الرقة اللي هي الفضة، وفي الرقة زكاة الفضة بقى ربع العشر، لأنها نقد، يبقى ربع العشر ده في الإيه؟ في النقدين، الذهب والفضة، الذهب والفضة. الأوراق المالية دي إيه؟ ربع العشر، لأنها إيه؟ لا ذهب ولا فضة، ده لا ذهب ولا فضة، عروض تجارة، قياسا على عروض التجارة. واضح؟ يعني زكاة الجنيه المصري والدولار واليورو والحاجات دي كلها اسمها عروض تجارة، لأنها لا ذهب ولا فضة. كان زمان ليها غطاء ذهبي، بس خلاص لغوا الغطاء الذهبي للمال، فما بقتش زكاة ذهب ولا زكاة فضة، فبقت زكاة هي عروض تجارة. فكأن الأموال دي كأنها سلعة بتبدلها بسلعة تانية، فبقت عروض تجارة. فإذا بلغت النصاب ما يعادل 85 جرام ذهب تطلع زكاة ربع العشر، ما بلغتش لا زكاة فيه. واضح؟ وفي الرقة ربع العشر، اللي هي 2.5%، يعني يسموها الوقت 2.5%، ربع العشر يعني 2.5%، لأن نصف العشر 5، ربع العشر نصف 5، يبقى 2.5، سهل. فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 190، يعني ما احنا قلنا 200 درهم نصاب الفضة، ايه 200 درهم، 5 أواقي، الأوقية 40، الأوقية 40 درهم، يبقى نصاب الفضة ايه 100 درهم، أقل من 200 درهم لا زكاة فيها. هو عايز بقى بعد كده يصدق، يبقى يتطوع. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 20 شاة، وفي 10 شاتان. هنا بيحسب بالوكس، بس ده حديث ضعيف ما خدوش بيه. واضح؟ يعني حسب الوكس ان في 5 شاة، 10 شاتين، فاهم؟ فكان في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، وفي 25 ابنة مخاض، إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 و100. على فكرة في الإبل هنا، الإبل هو اللي فيه لحد بتاع، في بعض المذاهب بتعتبر انها تتكرر الخمسات، والوخص اللي هو اقل من 5 في الابل بس، انما في الغنم لا. كويس؟ في الابل بس. يعني ايه؟ يعني 5 لحد 9 شات، بقوا 10 شاتين، 10 لحد 14 شاتين، بقوا 15 3 شيات، 15 لحد 19 3 شيء، بقوا 20 4 شيء، وصلنا 24 تفضل برضو ايه 4 شيء، بقوا 25 نروح ندخل ايه طلعين بنت ايه بنت مخاض. واضح؟ لكن الغنم ما فيش بقى الوقس ده، من 40 ل 120 هي شوح، ما تتكررش الارض.
وفي كل أربعين وفي الغنم في كل أربعين شاتا شات في كل أربعين شاتا شات إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة على المئتين ففيها ثلاث شياء إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شات ففي كل مئة شات شات وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني على حسب نسبة كل إيه مالك، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسط، يعني يصنفه من حيث القيمة. المصدق يصنف الشياء مثلا الضعيفة الهزيلة في حتة، والمتوسطة في حتة، والجيدة في حتة، كويس؟ فأخذ المصدق من الوسط، ما ياخدش إلا من الهزيل قوي ولا ياخد من المتميز قوي، يبقى ياخد حاجة وسط. مش الرسول قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا كرائم أموالهم، اتقوا كرائم أموالهم، يعني ما ياخدش أحلى حاجة عندي. لما تيجي تاخد الزكاة ما تاخدش أفضل حاجة عندي، حتى لو هو تطوع قول له لا ادينا، صمم خلاص بقى، سامح نفسه. فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. وعن ذي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. وعن ذي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر. فذكر الحديث قال: فإذا كانت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 ومئة، فإذا كانت 30 ومئة ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 ومئة، فإذا كانت 40 ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 ومئة، فإذا كانت 50 ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ 59 ومئة، فإذا كانت 60 ومئة ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 ومئة، فإذا كانت 70 ومئة ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 ومئة، فإذا كانت 80 ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 ومئة، فإذا كانت 90 ومئة ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 ومئة، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفي: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 40 شاتا، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاته. يعني أنا عندي 40 وده عنده 40 ومنفصلين عن بعض، يجي المصدق نروح مجمعينهم عشان يبقوا 8 ياخد شاة واحدة، كده ما يصح، لأنه مش خليط، واضح؟ لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أظلهما المصدق
فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. يعني الغرض أنك أنت لا تفرق ولا تجمع بغرض التحايل على أنك أنت تقلل الخير. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك من شرك ورضا إيمانك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.